وفي الأثناء نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر أمريكية أن وزارة الخارجية اختارت الدبلوماسي المخضرم لديها مارك لامبيرت مسؤولا لشؤون الصين في الوزارة. وذكرت رويترز أنه من المرجح أن يتم تعيين لامبيرت كنائب لمساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان، ويأتي تعيينه كجزء من جهود الخارجية الأمريكية لملء الفراغات في قياداتها والتعامل مع النقد الذي طال بشأن تعاملها مع المبادرات التي تركز على الصين. الاتجاه نحو التصادم مسار حتمي بين القوى الصاعدة والمهيمنة، لكنه سيناريو يمكن تجنبه في الحالة الأمريكية الصينية بحسب The Guardian. تقول الصحيفة البريطانية إن المخاوف الأمريكية مبالغ فيها، فبكين تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة قد تخفض النمو، كما تعاني من ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الديون في القطاعين العام والخاص. اعتبرت الصحيفة كذلك أن مخاوف الولايات المتحدة بشأن هيمنة الصين على آسيا مبالغة، فبكين محاطة بنحو 20 دولة، العديد منها منافس أو صديق لعدو، فيما أغلب حلفائها القلائل ككوريا الشمالية يستنزفون مواردها. أما الصين من جانبها فيجب وقف توغلاتها الجوية والبحرية بالقرب من تايوان، واتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات عبر المضيق ونزع فتيل التوترات مع الجيران الآخرين. تحتاج الولايات المتحدة والصين التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية واتباع سياسات تقلل من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية للابتعاد عن فرضيات التصادم. يزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الفلبين لمناقشة الشراكة الجديدة المعززة بين لندن ومانيلا وفق بيان الخارجية البريطانية. وسيلتقي كليفرلي بالرئيس الفلبيني ووزير الخارجية، ويتبعها زيارة لخفر السواحل الفلبيني. يأتي ذلك في إطار مواصلة العمل مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد الالتزام بتحديث المراجعة المتكاملة لبناء شراكات دائمة. إلى ذلك يزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الصين يوم غد الأربعاء وفق وزارة الخارجية الصينية. وسيصبح كليفرلي أول وزير خارجية بريطاني يزور الصين منذ 5 سنوات، فيما سيكون بمثابة اختبار لجهود حكومته لإعادة التوازن إلى العلاقات مع بكين. من بكين عبر تطبيق زوم معنا الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سن ياتشين. أهلا بك معنا دكتور شاهر. دكتور شاهر، بداية، هل حققت الزيارة الأمريكية المستوى المطلوب من تخفيف التوترات بين الجانبين؟ طبعا تحياتي أستاذ عبد الرحمن. أعتقد من المبكر الحكم على هذه الزيارة هل حققت النتائج المرجوة منها أم لا، وخاصة أن هناك سوابق لزيارات ربما أكثر وأرفع مستوى من هذه الزيارة، وخاصة لقاء الرئيسين الذي كان في نوفمبر الماضي خلال قمة 20، أو زيارة وزير الخارجية بلينكين، أو قبلها زيارة وزيرة ربما المالية إلى الصين. دائما كنا نسمع عن تصريحات إيجابية، ولكن فيما بعد تكون النتائج ربما مزيد من التوتر والتصعيد في العلاقات بين البلدين. أعتقد أن علينا أن ننتظر، ولكن ربما نسأل سؤال: ما هو المعيار لنجاح هذه الزيارة؟ أنا أعتقد أن المعيار لنجاح هذه الزيارة هو الإعلان ربما عن لقاء مرتقب بين الرئيسين خلال الشهر القادم أو الشهر الذي بعده خلال قمة 20. إذا أعلن عن هذا اللقاء فسيكون يمكن أن نقول أن هناك تقدم في العلاقات أو هناك نجاح، لكن إذا لم يحصل ذلك أنا أعتقد أنها لم تحقق شيئا. طيب، هناك زحمة تحركات دكتور شاهر تشهدها بكين في هذه الأيام، عدا عن زيارة بالطبع وزيرة التجارة الأمريكية، أيضا هناك من المقرر أن تكون زيارة لمديرة صندوق النقد الدولي، كذلك زيارة لجيمس كليفرلي وزير الخارجية.
برأيك هل الغرب محق بتخوفاته وما يعرضه على الجانب الصيني بشأن ما إذا كان يستطيع تجنب أزمة اقتصاد عالمية؟ أعتقد أن المعضلة أن الغرب يشعر بالقلق من الصين، لكنه بنفس الوقت هو بحاجة ماسة إلى علاقة، وخاصة العلاقة الاقتصادية مع بكين. فمثلا الولايات المتحدة نفسها هي بحاجة إلى علاقة مع بكين. اليوم الصين مثلا تشكل 20% من إجمالي الصادرات الأمريكية أو من إجمالي الواردات الأمريكية، وفي ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه الولايات المتحدة هناك المزيد من الحاجة إلى البضائع الصينية. القيود التي فرضت مثلا على البضائع الصينية أو على المنتجات الصينية فاقمت من مشكلة المواطن الأمريكي، كذلك العقوبات التي فرضت على الرقائق بحاجة مثلا إلى المواد الأولية التي تسيطر عليها الصين. من هذه الزاوية أعتقد أن أيضا هناك قلق من ما جرى في قمة البريكس والتحركات الصينية في هذا الإطار، محاولة إضعاف الدولار، هناك مجموعة من المخاوف. وربما هناك الزيارة الأهم التي تحدثتم عنها من قبل زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي أو مديرة صندوق النقد الدولي. هذه الزيارة أيضا هامة. لماذا؟ لأن هناك أولا شكوى من دول البريكس بشكل عام أن هذه الدول ليست ممثلة بشكل جيد في صندوق النقد الدولي، بمعنى أنها لا تحصل سوى على 15% من القوة التصويتية داخل هذا الصندوق. هناك ظلم كبير لهذه المجموعة. لذلك نحن سمعنا أن هناك حديث مثلا من مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي تحدث أن الرئيس بايدن سوف يسعى خلال قمة العشرين إلى إصلاح صندوق النقد الدولي. ربما المساعي تصب في هذا الإطار أيضا لطمأنة الصين وطمأنة باقي الشركاء. شكرا لك الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سن يات شين، كنت معنا عبر تطبيق زوم من بكين.